السلام عليكم معكم عبد الرحمن حبيبي اختي بانت خو ديزاينر أه في عمري 23 سنه قريت في في لافاك مجال الاكونومي أه وتبعت الدراسه ديالي في مجال ديال الديزاين انتيريور والديكوراسيون وقريت واحد مدرسه خاصه في لي زارت بلاستيك في المجال ديالي اللي متخصص فيه دابا حاليا هو هو الارت وحاولت نطور هذه دي المده ديال ونخدم عليه وان شاء الله يوما نعرفكم على على اللي, اللي خدمت لي في الاول انا في الاول كنت كان كنعمل الفن من اجل الفن كنت كنرسم بحال اي طفل عادي كيرسم فهمتي محب انك مجال كيرسم اي حاجه شافها كيحاول يقال داي كيحاول يوصل في الحقيقه ديال ديال الحاجه باش يحاول يرسمها كما هي وراه حاولت انني ندخل نقرا شي مدرسه باش باش نزيد نطور الموهبه ديالي ملي طورت الحمد لله وبقيت كن كان, كان كنرسم مزيان فهمتي المهم بديت بديت كنحس براسي انني تطورت حاولت انني نفاتح المجال اكثر ونفتش على على واحد لا توش سبيسيال ديالي جاتني واحد النهار كان واحد الفكره ديال ديال احساس ديال الكون واش ممكن اننا نحسو به هذه كان اول سؤال كان طاح لي في 2018 بالضبط قلت واش ممكن اننا نحسو به بالكون مراسقة ديك الفكرة على على الإنسان حيث الحكم الإنسان حنايا نقدرو مثلا نحسو به حيث كنت لكم أن الإنسان عنده مثلا عنده حد فرصة أكثر بأنه يعبرنا ونحسو به بواحد الطريقة هي سهلة ديك الطريقة اللي كعبر بها الإنسان حاول تنسقط على الكون على الكون ملي سقطت على الكون جبرت على أن الكون ما عنده شي واحد اليد باش يعبر بحال الإنسان ديك ديك الساعة جاتني دي فكرة أنني نختار واحد ماشين أختيستيك باش باش نخلي نعمل لوحه فورمة على شكل ديال اليد هاد الفورمه هادي باش يعطي واحد فرصة باش نعطي فرصه للكون انه يعبرنا ديك الساعات ديك اليد ملي عدات ماشين فورمة ديال على شكل ديال اليد بقيت كنفكر على ان الانسان ديك اليد ما كيخدمش بوحديته خصو دائما واحد لا بلوم باش باش كتعاون اليد انه يعبر بقيت كنفتش على وسيله السؤال السؤال هذا على ان الحيوانات هو قدر نستخدم على انه هما لي ديال لا بلوم ديال الكون ديك الساعه جاتني واحد السؤال اخر حيت هو سؤال كدائما سؤال كتيحك في حد اشكاليه لي جديده ديك الساعه جاني واحد السؤال جديد أه شنو هي الانرجي اللي يقدر يخدم بها ديك اليد كعرفوا على ان الانسان خصو دائما ديك الماكله اللي كياكلها هي اللي كتحول انرجيا باش يقدر يحرك اليد ديالو الكون انرجي اللي يقدر يخدم بها ديك اليد آه ديالو اللي عدت له واللي هما بساطين نقدروا نجبدوهم من الطاقه الشمسيه والطاقه ديال القمر اللي متعلقه بالماده والجسم اللي مفهوم ديال الامواج ديال اللي كيعطينا والطاقه ديال الرياح اللي كاينه في الارض جمعت الثلاثه ديال الطاقات اللي اللي كاينين في, في الكون وما كاين واحد انرجيس اخرين ولكن هادو اسهل الطاقات اللي تقدر تجيبهم المهم اللي جمعتهم كاملين تيتم فرصه انهم اه عملتهم واحد غولاسيون مع ديك مع دي ديك اليد ديال الكون وخليتو ديك انرجيس هما اللي حركوا ديك اليد وبالنسبة لهم بحال واحد العالم ديالهم في ديك الماشين باش نخلي داكشي يبقى ناتوريل وعطيت و... فرصه ان الكون باش يعبر نتا الاحساس ديالو في الاخر الحمد لله وصلنا للنتيجه ملي اقترحت فكرة فلو في على الاصدقاء ديالي ولا ولا الناس اللي كنعرف ما تقبلوهاش مجرد واحد السؤال صعيب انك توصل الحل ديالو في الاخر انا ما في الحقيقه ما ما مديت عليهم وخدمت على خدمت على راسي وثقت في ديك السؤال وامنت به حيت ماشي ساهل انك تثق في واحد السؤال هو يغير لك المجال مسار ديال حياتك يعني خمس سنين وانا خدام عليه الحمد لله في الاخر قدرت اني نوصل نوصل له شي حاجه ليه هي ملموسه في المجال اللي خدمت عليه هو مجال فيلوزوفي فيلوزوفي ماشي شويه فيلوزوفي خصوصا هذا كان تخوف عندي كبير بزاف حيت حنا كنعرفوا ان المجتمع المغربي ما عندوش حتى ثقافه فنيه يعني باقي كيشوفوا فنش كيلي كيشوفوا انه هو ومثلا شي واحد كيقدر يرسم واحد بورتري صافي كيقولوا ان هذاك صافي هذاك هو اللي رسم كان عاقل كبير في حقيقه اللي هو بيجي اللي نخدم عليه ديك بيجي ما كانش شي سهل كان كنشوفوا شي حاجه صغيره واحد ألف درهم صافي كافيه لأخذ ديك 20000 درهم بقات كتطور بزاف اللي في الاخر فاز 15 مليون سنتيم يعني شي حاجه اللي ماشي سهله وعاد كامله فهمت يعني كامل خدمت عليها بوحدي في مده ديال 5 سنين يعني خدمت بزاف ديال المجالات بينه في مجال ديال الفن اللي كنت كنجيب منه تو فلوس وكاين فلوس الفلوس ديال الفن اللي كنت كنجيبو باش نطورو في الحقيقه المهم خدمت في, دي دي في, في بزاف ديال المجالات بينهم الديسان كنت كنخدم في فريلانس مع بزاف ديال الشركات انترناسيونال المهم الشك... الشكل ديالك خدمت على فورما ديال واحد اليد ديك اليد عمرتو من تحت عندي واحد لي بواط كنعمرهم فيهم محل ميتين خمسين لون كيوزو باش نعطي نحت... الجميع احتماليه الكون انه يختارنا اللون اللي بغا حيت بحال كتخدم بمبدا ديال مبدا ديال الاحتماليه يعني ديك اللي كيجي بحال هيدا انت حيت كاينه مجموعه من الالوان كيصل عدد ديالهم 250 وانت حيت كاين واحد العالم بنيتو ستيتو ديال ديال ديك لا بلوم ديال الكون اللي هما عباره عن واحد الحيوانات اللي لكي كيتسناو في اوامر من الكون باش يتحركوا في المسار اللي بغا هو باش يقدروا يميلونجيونا لنا عن طريق الباساماس ديالهم في خدمت على ديك اللوحه اللي سميتها بشرى بشرى بتعبير مجازي ديالها اللي هو واحد الرساله من الكون للناس باش يعرفوا الاحساس ديالو ملي طاح لي في بالي هذا الاسم قلت هذا هو افضل اسم يقدر يكون نعطيه عندك اللوحه باش تكون هي التعبير ديال الكون بحال بشر من الناس اخيرا نقدر نقول لكم في المجال اللي خدم فيه انا هو مجال فني ما عنده علاقة مع حتى شي دين حيت كانوا لي بعض الميساجات في, في مجال على الدين مثلا واش تينا ملحد ولا بلا ما ندخل تفاصيل اللي انا كخدم في الفن ما عندي حتى مع ما كانتو شي ديانه يعني كخدم بواحد الحريه مطلقه وفقط انا بغيت نوصل الاحساس ديال الكون نعرفوه صافي ماشي ما اكثر وما اقل بغيت نوصل لهم تعرف ديال احساس الكون تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد